خلينا نرجع ربما باختصار باش نعود ونرجع للنقطة تاع الفشل في إدارة هذا الموضوع تاع الكورونا، فشل واضح. اليوم أعلنوا كشف الناطق الرسمي للجنة ترصد ومتابعة كورونا جمال فورار اليوم الخميس عن تسجيل 158 حالة إصابة جديدة مؤكدة ليرتفع العدد إلى 4006، كما تم تسجيل 6 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة ليصل العدد الإجمالي إلى 450. مرة أخرى نقول بلي احنا ننقلوا هذا ما يقولون، احنا عارفين أنه كذب ليس صحيح، ونعرف بأن الأعداد أكثر بكثير. باختصار بسيط كما قال كثير من الخبراء أيضا، هو أنهم ما كاش ديبيستاش كافي لحد الآن على أفضل تقديرات. في أفضل تقديرات لو نفترضوا أنهم في الخمسين يوم اللي فاتت كان المعدل 200 في اليوم من ديبيستاش كما يسموه من تشخيص، يكونوا 10,000، خلينا نقول 400، يكونوا 20,000. من كم؟ من حوالي 38 مليون جزائري مقيم بالجزائر. إذا 20,000 لا شيء، حتى لو قمتم بمليون لا شيء. مع ذلك نذكر هذه الأرقام لأن سيأتي يوم ويتحاسبوا على هذا الكذب اللي راهم ينشروا فيه بشكل كبير. لكن اللي جدوى خرجوه هو أنهم أصدروا قرارات وقوانين، وشفنا بعد ما الفوضى اللي راهي سايدة، خلينا نشوفوا بعض الصور وراي واصلة حالة الفوضى في الموضوع باش نعرف لماذا راهم يتخذوا في هذه الإجراءات الآن بالجري، جري حقيقي. لكن وش من جري، كل قرار يتناقض مع القرار الآخر، كل موضوع يتناقض مع الموضوع الآخر وهكذا. خلينا نشوفوا حالة السوق في الجزائر. هاي حالة السوق في الجزائر اللي ما شافهاش أو يشوفها، خاصة إخواننا اللي عايشين في الخارج. هذا في عز الكورونا، هذه الصور على الأرجح كانت أمس أو أول أمس، واليوم لأن الناس كلهم يؤكدوا الآن بأن الناس كلها ما عادش تحترم الحظر. وقول أنت يجيك الكورونا ولا ما يجيكش في ظروف مثل هذه، يجي الكورونا ولا ما يجيش. ها هو وضع آخر مؤلم جدا. الفيديو طويل ويصور هذه شلالة العذاورة في المدية، وهؤلاء على المليون 50 أورو، على 50 أورو. يعني في هذه الأحوال لو كان يكون هنا واحد فقط عنده الفيروس مع هذا الاكتظاظ وهذا الدواس وهذا العياط وهذا الاكتظاظ الشديد، وين توصل الناس؟ يعني إذلال، مش فقط إذلال للناس أنه هذه البلاد، هذا القارة، هذا العملاق المقيد، أنه يصبحوا أبناؤه يتضاربوا على هذا 50 أورو بهذه الطريقة، ويطلبوا، ولكن أيضا كيف تدار؟ يعني ما كانوش قادرين يوضعوهم واحد بواحد ويجيبوا، الحمد لله عندنا الدرك قريب 200,000 دركي و 250,000 شرطي، ناهيك على الجهات الأخرى اللي تشتغل جهاز أمني، كان ممكن. لكن فيها حالة من الإذلال، فيها حالة من الإهانة، وهذا وفي حالة في أضعف الحالات كما نقولوا جدروها بالعاني، حالة من الفشل. يعني في النهاية المسؤول اللي وصل الوضع هذا هو اللي راح يقسم في المليون، وخاصة أن الناس اكتشفت أن في الحقيقة
هم آخرين وين لقوا أوراقهم. وهذه في قناة من قنواتهم. بعدما عثر عدد من المواطنين على ملفاتهم مرمية بصندوق القمامة تحمل نسخا لبطاقات التعريف وصورهم الشخصية، وبعد معاينة الوثائق تبين أنها تتعلق بملفات أودعت في إطار الاستفادة من منحة التضامن التي أقرها رئيس الجمهورية. الحادثة خلفت صدمة وغضبا كبيرين لدى سكان مدينة باريكا الذين طلبوا بفتح تحقيق ومعاقبة مرتكبي هذا الجرم الإداري والأخلاقي. هذه في واحدة من قنواتهم، ها هي جايبة واش وقع في باريكا وين لقوا الناس أوراقهم تاع اللي حابين يدوا المليون. ولذلك الناس ما عندهمش ثقة، ليس لديهم ثقة نهائيا. والحكومة التي تفقد الثقة، ثقة شعبها، لن تستطيع أن تدير البلاد، لن تستطيع. لو كان نجيبوا أفضل العقول، أفضل العقول في العالم، إذا الشعب فقد فيهم الثقة لن يستطيعوا إدارة البلاد. لماذا؟ لأن الناس كلها، كل قرارات الحكومة سواء كانت صحيحة أو الخاطئة، الرديئة أو الفاشلة، وإحنا نعرف تقريبا كلها رديئة أو فاشلة، كلها سيشككون فيها وسيحاولون التحايل عليها كلها. والتحايل يبدأ من فوق، يبدأ من الوزراء ومن الجنرالات ومن السفراء ومن القضاة ومن الولات ومن رؤساء البوليس ورؤساء الدرك، قبل ما يبدأ من تحت، لأن لا أحد يثق فيهم. إذن الثقة والمصداقية تاع أي نظام حاكم أساسية لإدارة البلدان. هذا النظام الناس ما عندهمش ثقة فيه، ما عندوش مصداقية. ضيف إلى ذلك أنه جاب التزوير، تبون مزور جابوه العسكر، نصف العصابة في السجون ونصفها مع تبون. هذه الحقيقة التي لا يمكن لهم الهروب منها. ما على بالهمش أنه حينما قاموا بعملية التزوير في 12 ديسمبر، وحينما كان يقول لهم الناس يجب أن لا تتم هذه الانتخابات وأن الشعب لن يعترف بها، ما كانوا فاهمين أو مش فاهمين، لكن المهم هذه النتيجة اللي وصلنا لها، هو أنه في النهاية لا أحد سيثق فيكم، لا أحد سيصدقكم، لا أحد سيسمع لكم. اللهم حتى اللي راهم يبانوا باللي هما كما يسموهم بصبع الأزرق وكذا، حتى هذون راهم أول متضرر. يعني نتحدث على المغرر بهم، ما نتحدثش على الذباب راهم يدفع لهم يسبوا والديهم، كون يدفعوا لهم يقولون سبوا والديهم يسبوا والديهم، هذوك ما مرفوع عليهم القلم من جهتنا يعني، وإن كان حسابهم عظيم أمام الشعب وأمام التاريخ وما عند الله أعظم يعني. لكن قلت أن حتى اللي ربما مشاوا وانتخبوا كانوا في حدود 10-15% وانتخبوا إلى آخره، في النهاية الآن وصلوا إلى النتيجة، يشوفوا بأن النظام فاشل، نظام حكم منتهي تماما. ولذلك حتى لو افترضنا وجد أفضل العقول في هذه الحكومة فلن يمضوا بعيدا ولن يستطيعوا إدارة الأزمة التي ستأتي فيما بعد. يعني قال الآن هذا وش رانا نشوفه كورونا، هذا شيء بسيط، لأن ما هو قادم لا قدر الله إذا لم يتولى الحراك الأمر في أقرب فرصة قبل نهاية السنة وتقوم حكومة شعبية، فما هو قادم هو الجوع. أما المرض فالناس راهي تعيشه، أما التخلف فالناس راهي تعيشه، أما الرداء فالناس راهي تعيشها، لكنها ستتضاعف. الفقر سيتضاعف، الجوع سيتضاعف. بكل أسف من الأفضل أن أقول لكم الحقائق المريرة والمرة على أن نعتمد سياسة الكذب الدائم والمستمر اللي تقوم بهذا العصابة. لكن مع ذلك من حين لآخر يظهر واحد منهم ويقول كلمات صحيحة. قبل ما نوصل لهذا الواحد، مثلا اليوم في موضوع قال لك أنه ماذا وزير التجارة في هذا الموضوع نتاع كورونا، أصدروا بدأوا يصدروا في القوانين، وزير التجارة يحذر وقال لك لازم الأطفال تحت 16 سنة ما يدخلوش المحلات، واللي يدخل سواء كان مع أهله أو مع غير أهله. طيب لماذا ما خرجش هذا القرار يوم اللي رفعته شوية من الحظر إلى الساعة 5؟ ولماذا الساعة 5 مرة أخرى؟ لماذا الساعة 5؟
على الاقل مدام قال والله خلينا نخلو الناس في 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 الليل في البيوت، برغم انه مش منطقي ان الناس تكون محظوره عليها الخروج في الليل بينما في النهار يشتد الزحام ويشتد الاكتظاظ، كل هذا مش منطقي. مع ذلك لو كان لما خرج القرارات نتاعهم قبل يوم 5 ايام كان المفروض يومها تخرج. اليوم ايضا بالنسبه للحلاق لازم يكون بالتليفون ولازم ما يكونش اكثر من 2 داخل المقر. طيب لماذا ما صدرتش هذه القرارات قبل؟ نهار اللي فتحتوا لهم، نهار اللي قلت لهم تفتحوا تخرج معها مجموعه من التعليمات. لماذا؟ لان ببساطه نظام حين اليوم كتني غدوه، نظام لا يفكر الا بعد ان تقع الواقعه. بينما معروف غوفيرنيسي بريفوار، ان تحكم يعني ان تتوقع، ان تدير على اي مستوى، ان تكون مانجر، مدير، مسؤول، وزير، والي، ان تتوقع. ما عندهم الشيء المجرد، لازم يشوفوه هكذا مجسد. قال هم حلوا الحلاقين ولا عندهم اكتظاظ، طبيعة الحال. ولا هم حلوا المحلات وعندهم اكتظاظ، وهم يدوا الناس في اطفالهم. كان لازم تفكروا في هذه قبل، مع التخفيف تصدر القرارات.